السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا خويت هذيك الجهة كاملة باش يجي السيد باش يركبنا الزليج. صافي حنا كملنا الشبكة وكنتسناو السيد يسالي عنده شي شغل باش يجي يصاوب لنا هاد الجهة هذه. المهم رانا استقريت على الزليج كما قلت لكم، وان شاء الله غادي يعجبكم تعجبكم الفكرة لانها مفيدة لينا حنا بزاف. هذا هو اللي كاين. غادي ندوز دابا نخليكم مع واحد الفيديو، لان بعض الاخوات في التعليق قالوا لي راه ريم كتقنط لانها في العربية. درت لها واحد المقلب، ها نتوما حضيو معايا وتشوفوا ردة الفعل ديالها، وراه ما عارفانيش باللي كان فيلميها. المهم شوفوا ردة الفعل ديالها. ريم يلا جي ماما، جي تفطر. انا دابا وجدت الفطور. ريم واش غنديرو بنتي؟ حتى نغرقو حنايا بالماء؟ علاش ما بقيتيش باغية هنا؟ علاش ما بقيتيش باغية المدينة؟ يا قلتي لي نمشيو للمدينة باش نبقاو في القراية. ها؟ اشنو اللي أمم؟ قولي فتي هنا شوية ولا بزاف؟ نمشيو غير على ما نصلحو هاد الشي ونسدو ونعاودو نرجعو واحد شهر ولا شهرين. علاش ماما كتبكي؟ ولكي كتقنطي في العروبية؟ ها؟ متبكيش متبكيش متبكيش. ها؟ كتقنطيش هنا؟ نبقاو عايشين هنا دايما؟ لا باباك ما بغاش. باباك راه صعيب عليا الحال، وانتي ما عليكش تبقى ديري لا مابيت، تمشي للقرية وتعاود تجي لهنا، تمشي للقرية وتعاود تجي لهنا. راكي حيت صغيرة وكان هاد تكبري شوية يطلع لك هادشي برا. ها؟ متأكدة؟ انتي العوينات من هاد الدميعات هو الكين يطيحو. ها؟ ولا قلت ما غاديش نمشي. ديرو حاجة حاجة يزرق. يعجبك نجلسو هنا وخا نغرقو نبداو نسيقو ونعسو؟ اما نغرقو
مابقاوش يشعل، غنصلحو لي ديفو صافي. عاجبك نيسونا ولقيت سيقي لي هادشي وقت ما طحت بقات سيقي لي. سيقتي البارحة وعاود طاح. وبنتي ما نمسيوش نقول لك عرفتي ما نقول لك علاش. علاش انا دابا درت لك هذا المقلب هذا؟ علاش هذا سميتو برانك ياك؟ علاش؟ حيت كاينين شي متتبعات ما فاهمينش صحابهم واش انت هداك النهار كتبكي على ماني وطاتي وطلال وبعزيزي صحاب لهم واش انت قانطه هنايا في العروبيه وبغيتي تمشي للمدينه؟ هذاك الشيء دابا باش بغيت ندير لك واحد المقلب باش نوري للناس اللي ما عارفينش حيت شافوا دابا صغيره وراكي في العربيه بوحدك قالوا غادي تكوني قنطانه. تاكده هاو جالسين هنا عايشين هنا ولكن انت رمضان مقربه. رمضان شوفي مع بابا رمضان واقع مقربه قلت لك هذا الشعر ما صافي ولي بغيتي. وكما سمعتوا معايا يعني الناس اللي كتعتقد ان ريم قنطانه في العربيه حيت راه العربيه راه بالعكس، لان ديجا حنايا من الناس اللي ما تيخرجوش في المدينه، يعني الا خرجنا كنمشيو نخرجوا نتسخروا مره في السيمانه ولا ما كاملاش. داكشي علاش هي راه ما مولفاش الزنقه، ما كتجلس لا في زنقه لا في والو. داكشي علاش يعني هنا عندها بحال بحال، بالعكس هنا كتلقى راحتها، كتخرج كتصور لي بوبي ديالها، كتجلس شويه في داك الكازون وكتلعب، تتمشي من هنا لهنا، المهم تتحرك فين ما بغات. بالعكس هنايا راه لقات الحريه اكثر من الزمت ديال الشقه. المهم معليش كما كتشوفوا راه بديت كنصور لكم هذا الصباح هذا زعما باش نحط لكم الفيديو نوريكم راه الشبكه لصقناها وفيكسينا كل شيء. مشيت للثلاجه باش نجبد ندير القهوه انا نلقاها حاطه مضاضره هنايا. المهم نخليكم تشوفوا رد الفعل ديالها. المهم انا ما حيدتش النظر، خليتهم في بلاصتهم، قتلتني بالضحك. دابا بغات تحطهم في البلاكار حيت جاها النعاس، مشات حطاتهم في الثلاجه. ما عليناش، جبدي لي القهوه. جبدي لي القهوه فوق. اش لقيتي؟ ديتهم بلاصه كيفاش دختي بغيتي تعطيهم بلاك راه حطيتي فيها حتى هذا راه بلاك. وي كداري كتقتليني بالضحك. كتمشي مرفوعه كنتي منين في الليل؟ ايوا كيما شفتوا معايا هذا الفيديو راه ما فيهش شي حاجه مهمه بزاف غير التجميع ديال بعض الطرائف اللي وقعوا لنا وصافي. هنا كما كتشوف شي ناس لماعن في هذه البلاصه، وهنا كنوريكم البونجه القديمه لان غادي ندير لها الريسيكلاج ان شاء الله ونحطها في القناه الثانيه. ما عليناش شاد، ما عليناش خصني نلقى شي بديل ليها. طلعت لي في راسي طلعت لكم في راسكم بها. المهم نرجعوا عاوتاني شويه للمهم، اش كنت كنقولها بزاف حتى المهم. كما كتشوفوا كنغسل الموان وزعما شان نقول لكم حسيت بالناس مساكن اللي عندهم هاد المشكل هذا، ما عندهمش كوزينات ولا عندهم ما فحالهمش وكيغسلوا بهذه الطريقه. الله يحسن العوان لان صعيب الحال. انا غير هاد شويه ديال المعينات قهروني تقسم لي ظهري، والله شان نقول لكم يعني تماره الله يحسن العوان صراحه. وداك الجنوي ما تجدبحت به كنت كنخدم بالجنوي العادي، دابا باش نقول لكم حنا في الروينه باش كنبغي نقطع بصله نقطع هذا كنوحل ما كنلقاش قدامي ورجعت لهذا الحلوف هذا. المهم زعما باش نقول لكم راه تمار الله يحسن الاول الناس. هي زعما الصراحه ديك الجلسه في داك الجو زوين وخلاص العطيس ما كان الله يعطيك صحتك حيت كنبدل الصراحه. انا عندي مشكل كنلبس دغيا، انا مخفه الحوايج دغيا، انا لابسه ثقيل وكيضربني البرد وديجا عندي الحساسيه الله يستر وصافي. المهم كما قلت لكم هذا الفيديو راه ما فيهش شي حاجه مهمه بزاف غير حيت راه حنا كنتسناو السيد اللي غادي يدير لنا الزليج، راه مازال ما كتبش تقريبا راه 4 ايام هذه. كل مره كيكون شي حاجه كتاخر لنا انه ما يجيش، حتى اليوم ان شاء الله غادي يجي بالليل لان ما يصلحش يجي يخدم وانا بوحدي، خصوصا انا غادي يخدم لداخل ديال الدار، صعيبه شويه القضيه باش نبقاو في الدار بوحدنا. داكشي علاش
وريم قارية. المهم راكم عارفين من الأحسن حتى يكون سليمان عادي يجي المعلم وداكشي اللي دار. مازال فاش كيكونوا كيخدموا على برا وكنكون انا في الدار ماشي مشكله، اما دابا الكوزينه خصني ندير ما يتكال وكلشي ما يصلحش. داكشي علاش اجلنا النهار اللي كان غادي يجي فيه، غادي يجي في يعني على حساب البارح كان غادي يجي في العشيه، ولكن سليمان عنده العشيه عامره. هذاك الشيء علاش اجلنا حتى الليل، الليل تقريبا راه الليل هذاك من مورا المغرب باش يجي يخدم ان شاء الله ويكون مع سليمان. هو مسكين سهار على هذاك وجارنا خدم لنا الصراحه، وخدمته نقيه، هو اللي خدم لنا الحمام كما شفتوه راه جا غزال وما قدرش نمشي نقلب على شي حد اخر اللي يخدم لنا. هذاك الشيء علاش السيد لا عمرها دار وخدمته نقيه. كنسمع شي تقرقيب اللي غادي يكونوا الطيور دخلوا، حيت كنخلي الباب كيدخلوا الطيور. ايوا هادشي اللي كاين. المهم راه كيما قلت لكم فيديو راه تقريبا خاوي ما فيه والو، غير انا عارفه الناس المحبين ديالي اللي انا حتى انا كنحترمهم وكنبغيهم كنشكرهم بزاف على التشجيع ديالهم. عارفهم انهم تيتفرجوا باش كيشجعوني باش ان شاء الله من بعد غادي يشوفوا افكار مفيده بحول الله. وبالنسبه للناس اللي كيدخلوا جداد وما عارفينناش تعرفوا علينا من قبل وعاد ديك الساعه تعرفوا علاش رحنا كنديروا بحال هكا الفيديوهات اليوم اخاوي. كنتاسف لكم طبعا ما خصنيش نغبر، راكم عارفين السبب. ايوا هذا اللي كاين كما كتشوفوا هنا، رانا غسلت الماعن ودخلتهم ومشيت ندير الطاجين باش حيت يجي سليمان والسيد يخدموا. تقريبا راه خصهم يومين باش يخدموا يكمل. المهم ان شاء الله غادي نوريكم في الفيديو المقبل اشنو درنا في الزليج، اش من نوعيه وعلاش درناها بديك الطريقة. تهلاو فراسكم، إلى اللقاء.